السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعيني كده كويس يا جماعة ولا؟ اه يا كله دكتور، تمام يا تمام، دكتور؟ الصوت كويس. صوت كويس اه يعني؟ تمام اه تمام بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين الأول، وسنة سعيدة إن شاء الله عليكم بإذن الله. انتوا خالص الجراحه مبدئيا كده، وان شاء الله باذن الله مش هتزعلوا خالص يعني. معاكم عبد الرحمن صلاح، مدرس مساعد جراحه، وان شاء الله هنبتدي محاضره وكلينيكال راوند بتاعت البرايمري تروما سيرفي. ايه هي البرايمري تروما سيرفي يا جماعه؟ البرايمري تروما سيرفي دي عباره عن انت العيان بيجي لك في حادثه، اول ما بيجي تروماتايز البيشنت. طبعا بنبدا مرحله الاول، مرحله الفرز. طبعا البرايمري تروما سيرفي دي اتعملت دوره، ليها دوره اسمها ادفانس تروما لايف سبورت. الدوره دي تكلفتها تقريبا حوالي 10,000 جنيه بالمصري، وفي ناس كتير يعني بيصاروا عشان ياخدوها، يعني عشان خاطر يبقى اساسي، يعني ان هو يبقى يعرف يمانج الدنيا. فاول خطوه في البرايمري تروما سيرفي الوقايه. الوقايه طبعا خير من العلاج، يعني انت المفروض ازاي تمنع الحوادث انها تحصل، ده رقم واحد. وطبعا دي ليها اساليب تانية وليها حاجات تانية، انما الخطوات اللي بنعملها مع اي مريض بيجي في حادثه اسمها رقم واحد الترياج. الترياج انت بتركب العيانين اللي بيجوا لك في حوادث على حسب الاولويه، حسب الاولويه. بعد كده البرايمري سيرفي والسكند سيرفي والاستابلايزيشن، وبعد كده احوله ترانسفير، وبعد كده ديفينيتيف كير. طيب العينين بقى اللي بيجوا في حوادث دول بيموتوا، في ناس بتموت في دقائق او في ثواني، ودول 50% من الموتى، يعني نتيجه البرين ديث او سباينال كورد انجري او هارت انجري او جريد فيزلز انجري. في ناس بيكملوا ساعه ساعتين وبيموتوا، اللي هم الهيد انجري، تشيست، ابدومين فراكشرز كوزنج لارج بلاد لوس. في ناس بياخدوا من ايام لاسابيع، اللي هي في حالات السيبسيز التسمم يعني، او اورجان فيلينج. طيب الترياج، ما هو الترياج؟ افتكر وانا نايب كان في سنه 2011، كانت حادثه حوالي فيها 45 واحد، اتوبيس سياحي من اسوان، اتوبيس فيه مصريين يعني مش سياحي يعني. الاتوبيس ده جاي اتقلب في حوالي 41 واحد تقريبا يعني، جه على مستشفى المينيا الجامعه، وبصينا على معظم الناس، في ناس كانت جايه ميته اوريدي، في ناس كانت هتموت بعد ثواني خلاص، ده تشيست ولانج انجري وهارت انجري والحاجات دي. فاحنا كنا بنرتب الاولويه، بنرتب العيانين بحسب الاولويه، حسب الاولويه اللي هي ايه؟ اللي هي بتعتمد على الاكسبيرينس بتاعتك والافيلابل ريسورسز بتاعتك والسيفيريتي اوف انجري بتاعت المريض. يعني على حسب خبرتك هتعرف تتعامل مع العيان ولا لا. طب هل لما تيجي تعرف تتعامل مع العيان هل هيبقى عندك ريسورسز محترمه ولا لا؟ والسيفيريتي اوف انجري يعني هل انت المريض دوت كاتيجورايزد از سيفير انجري ولا مودريت انجري ولا مايلد انجري، ده يستنى ده ما يستناش، ده في جرح بس بسيط يتخيط، لا ده اركنه على جنب، وهكذا. طيب البرايمري سيرفي، وده موضوعنا النهارده، وده عباره عن انت بتعمل رابيد اكزامينيشن، في بتتجمع في 5 حروف A B C D E كده: A airway, B breathing, C circulation, D disability, E exposure. وده بيعمل ده بنعمل فيه rapid examination لل life threatening injury، وبنعالج as you find. طيب انت بتعمل ايه بالظبط؟ انت بتعمل systematic examination زي ما قلنا من ال A لل E، وده بيكملش 5 دقايق، وممكن تكرره كذا مرة، وليه يونيفرسال بريكوشن. هو ريسنتلي دلوقتي ضافوا الاير واي معاها سيرفايكال سباين، لانها بتعمل جرايم، بتعمل جرايم يا دكاترة. بتعمل جرايم ازاي؟ بتعمل جرايم دكتور عبد الله شعبان معايا؟ دكتور عبد الله اه يا دكتور معاك ازيك؟ الحمد لله يا دكتور. ليه السيرفايكال سباين بتعمل جرايم يا عبد الله؟
عشان لو عنده سيرفايكل سباين مثلا انجري وعملت الاير واي كنترول مثلا، ان انا اعمل اوبن للاير واي مثلا باي ميكانيزم زي جاو سلاستر لحد ممكن يدس. لا هو ده مش ديث، بس انت ممكن تدخل العين ده في كوادر بليجيا، يعني لا يحرك لا ايده ولا رجليه. مظبوط، بالظبط. ممتاز. الاير واي معاها السيرفايكال سباين زي ما قال كده عبد الله، ان السيرفايكال سباين مع اقل حركه للرقبه كده ولا كده ولا اي حاجه، طبعا مع السيرفايكال سباين فراكشر ممكن يؤدي الى كوادر بليجيا او طبعا ديث. عشان كده حطوا السيرفايكال سباين مع الاير واي كفيرست برايورتي اكزامينيشن لاي مريض، تمام؟ وبعد كده البريثنج، سيركيليشن، ديسابيليتي، اكسبوجر. الايه؟ اير واي، سيرفايكال سباين. هاو تو اسيس الاير واي؟ رقم واحد اشوف العيان ده بيتكلم ولا لا، بيتكلم ولا لا. رقم اتنين ببص واحس واسمع، ببص واحس واسمع، لوك فيل لسن، لوك فيل لسن، تمام؟ طيب كلام العيان ده اكتر حاجه مطمئنه لاي طبيب، يعني ما دام العيان ده بيتكلم خلاص خلاص. بس خلي بالنا يا جماعه، لازم الاير واي ده يا جماعه في منه حاجتين، اير واي اوبستراكشن وفي منه بريثنج ديفيكلتس مع التشست انجرز. عشان كده الاير واي دايما مش ببص على بقه اذا كان الاير واي شغال ولا لا، لا ده انا كمان بشوف التشست بتاعه، تمام؟ طيب اول ما بيجي لي المريض في حادثه وانا كده في وحده الاي ار اللي هي الامرجنسي روم، لازم مخبوط في وشه، مخبوط في جنبه، في رقبته، في اي حاجه، لازم بقه طبعا من الحادثه، ربنا يعافينا يا رب واياكم من الحوادث دي، لازم انضف له بقه، بيبقى فيها رمله، زلط، تراب، اي حاجه لازم انضف له بقه خالص، تمام؟ واستابلايز بيزك اير واي اللي هو يا اما نفس من مناخيره يا اما نفس من بقه. في ادفانسد اير واي وفي سيرفايكال سباين بروتكشن هنقول عنهم دلوقتي. طيب البريثنج اسسمنت، هل البريثنج بتاع العيان ده نورمال ولا لا؟ هل في تشست انجريز ولا لا؟ ونفس الكلام لوك في الليسون هنقولهم بالظبط. هتبص على ايه العيان؟ هتبص على الاير تشست موفمنت، هتحس ريسبيراتوري ريت، هتشوف تراكيال ديفيشن، وتشوف الاكسسوار ماسل يوز والبركاشن والسكالتيشن. نخلي بالنا دايما العيان اللي بيجي في لايف ثريتنينج انجري نتيجه البريثنج اللي هم الاير واي انجري او التراكيال انجري، تنشن نيموثوركس، اوبن نيموثوركس، ماسيف هيموثوركس، في الاي تشيست، لان كونتيوجن. طيب ما هو التنشن نيموثوركس يا جماعه؟ الدكتورة سناء ياسر معايا؟ دكتورة سناء ايه يا دكتور، مع حضرتك صباح الخير، ازاي؟ بخير ايه ايه حضرتك. تنشن نيموثوركس يا دكتور؟ هو انا مش عارفاها قوي، بس ممكن يكون اللي هو زيادة الضغط في البلورة يعني. دخول الهواء بداخل اللنج، دخول الهواء داخل اللنج بسورس بعيد تماما عن اللنج، يعني هو اواي فروم ذا لنج، فهو بيضغط اللنج، هو بيعصر اللنج، ده يعتبر سيرجيكال امرجنسي. سيرجيكال امرجنسي بمعنى واحد معاه مطوه قرن غزال كده ودخل في الفيف سنتر كوستال سبيس رايت، وراح طاعن مريض وطلع الماسلز قفلت على مكان الفتحه، بتدخل تسمح بدخول الهواء ولا تسمح بخروجه، فكل شويه هواء من بره بيخش يضغط على اللنج، هواء من بره يخش يضغط على اللنج، هيبقى المريض ده حاسس ان هو بيتخنق بس من ناحيه اللنج مش من ناحيه الرقبه، تمام؟ انما الاوبن نيموثوركس لا، ده انت فتحت جرح قطعي ناحيه اللنج، الهواء داخل وطالع داخل وطالع، دي مش امرجنسي قوي يعني، بقد ما التنشن نيموثوركس بيبقى امرجنسي اكتر منه. طب الماسيف هيموثوركس، العيان ده ممكن ينزف 2 لتر بلاد. شكرا يا دكتوره سناء. بينزف 2 لتر بلاد من نتيجه الهيموثوركس، نتيجه انجلز لاي انتركوستال فيزلز او حاجه. طيب في ايه تشيست ده؟ حد يعرف ايه هو؟ دكتور يوسف ياسر. يوسف هاي دكتور معايا، ازيك يا دكتور يوسف؟ لا تمام دكتور.
ايه الفري تشيست ده؟ حد هتعرفه؟ اللي هو يعني بيبقى بالعكس، النفس مش ماشي تمام، اللي هو ايه؟ يعني النفس يبقى ماشي بالعكس غير الطبيعي اللي احنا ماشي، يعني يبقى منفوخ كده الصدر. لا دي التانية اسمها باري تشيست. الفيليل تشيست حضرتك اللي هي مالتيبل ريفراكشن، اكتر من 3 ريبس مكسورين على كذا ليفل، يعني مش انتر كوستال ريب مثلا، مش ريب واحدة او اتنين، لا هم 3 ريبس، 3 ريبس يتكسروا يعملوا لونج انجري او لونج كونتيوجن. تمام، شكرا يا دكتور ياسر. طيب هاو تو مانج، هاو تو مانج، اول حاجة ثم اخر حاجة الاكسجين. الاكسجين دي حياه المريض، حياه المريض. اسيست فنتليشن، لازم تكون معاك جهاز تنفس صناعي موجود معاك في العنايه، لازم تدو كومبريس نيموثوركس، لازم تدرين الهيموثوركس. تمام، خدوا قاعده جراحيه كده معلش هنكررها كتير معاكم ان شاء الله، ان هي اي فلويدز ماست باس، اي فلويد ماست باس، وخصوصا البص او البلاد. يبقى في قاعده كده اسمها بس ماست باس او بلاد ماست باس، ملهاش حل. تمام، فعشان كده لو في دم في الرئه لازم يعدي، لو في دم في البطن لازم يشفط، لو في بس في الابدومين لازم يشفط، لو في بس في التشيست لازم يحصل له درينج. تمام، طيب بص سيركيليشن معلش عندي سؤال. اتفضل. مين؟ واحنا اول حاجه بنديها اللي هو الاكسجين، تمام؟ ده في اي حاله مثلا، حتى لو تنشن نيموثوركس ما تصرفش في الاول ان انا اركب درين مثلا بعد كده ادي اكسجين؟ عشان كده ولا كده لو انا اديت اكسجين ومش عارف استفاد عشان التنشن لا ده نيموثوركس ده تنشن مش مخلي نيموثوركس، اللي انا فده انت اتحرك؟ بتدخل. الو سامعني؟ اه يا دكتور سامح حضرتك. بقول لك التنشن نيموثوركس انت مبدئيا كده انت بتفتح التشيست على البحر، يعني اول ما بيجي لنا العين ده تنشن، تنشن نيموثوركس يعني، انت بتدخل له، بتفتح بمشرط كده ناحيه التشيست وتدخل آلة وتوسع 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 لحد ما توصل لمكان الهواء اللي زانق اللنج ده وتطلعه بره، وبعد كده تحرك العيان، تدي له اكسجين، تدي له اي حاجه خالص. انما تمام. السيرجيك انت صح، يعني انت السيرجيكال امرجنسي بتاعت التنشن نيموثوركس ان انا لازم اعمل درينج لاي اير موجود، بعد كده نتصرف بقى، ندي له اكسجين، نحركه على اشعاعات، نعمل له اي حاجه. مظبوط يا حسام؟ حسام سيركيليشن، سيركيليشن ده برضه ببص واشوف واحس وكل الكلام ده، بس لازم اشوف العيان ده في بليدنج ولا لا، وهل العيان ده شوبد ولا لا. انا احيانا كتير بيجي لي عيان في اكسترنال بليدنج، وهاو تو مانج الاكسترنال بليدنج يا دكتور، دكتور اماني محمد. ايه يا دكتور؟ ازيك يا دكتور اماني؟ الحمد لله تمام. how to manage او how to deal with external bleeding او bleeding عامة، ان احنا نكمبريس الجرح ده. تمام، الجرح ده لازم اول حاجة نعملها، ممتازة يا دكتور، لازم نكمبريس، لازم نكمبريس. طب لو active bleeding هنشوفه، ده مثلا يعني حاجه فايتال، لا ده احنا كده هنحاول نعمل له انستموز، لو مش فايتال نربطه، ملهاش حل تاني، والا العين ده هيفضل ينزف لحد ما يضاي. عشان كده لازم ناسس ساينز اوف شوك، ساينز اوف شوك يا جماعه لازم حاجه ليها علاقه بالبالس، حاجه ليها علاقه بالبلد بريشر، حاجه ليها علاقه باللونر انتيبود. البالس يا دكتور اماني بيبقى رابيد ويك بالس، بحس العيان ده تاكي كاردي وفي نفس الوقت فيري ويك، وانا حاسس ما فيش بيج بالس فوليوم اللي انا بحسها ديب 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 تحت ايه، ممكن ما احسش الريديال، ممكن احس الجاجر الكاروتيد. تمام، طيب لو بلاد بريشر زي ما العيان بيفقد دم كتير هيبقى البلاد بريشر بتاعه هيبقى قليل، في نفس الوقت مش هيجيب يورين، مش هيجيب يورين كتير. عشان كده اول ما عيان تروما بيجي في حادثه لازم يتأثر، لازم يتأثر. الكلام ده كلينيكال ويعني حيوي جدا. احنا عندنا احنا في النواب، يعني انا وانا نايب كنت بتعاقب عشان ما اثرتش عيان كوليكشن، ما اثرتش عيان تروما، دي اساسيات، اساسيات لا غنى عنها. طيب خلي بالكو في حاجه اسمها هيدن هيموريج، هيدن هيموريج، هيدن هيموريج ده قد يكون الاماكن اللي متغطيه، زي تشيست،
الابدومين، البلفس، اللونج بون، الاكسترنال بيفور ارايفل، بمعنى ان العيان قد يكون فيه فراكشر مثلا فيمر وفقد اكتر من 2 لتر بلاد وجاي واحنا ما نعرفش انه فقد كل ده. طيب اول حل يا جماعه ستوب بليدنج، لازم نعمل كنترول للبليدنج. بعد كده تو وايد بور كانيولا، ويفضل انها جاكيولار على طول، تمام. وقبل ما ادي المحلية ادي مادي للعين دوت اي عوض له اي حاجه، لازم اعمل كروس ماتش، لازم اعمل كروس ماتش. دكتور احمد عمرو، احمد عمرو، ايوه احمد عمرو معايا، ايوه معاك يا دكتور، احمد عمرو، ايوه معاك يا دكتور، ازيك يا احمد؟ كويس الحمد لله. ادي العين دوت محاليل ولا ايه رايك؟ العيان اللي في بليدنج، ايوه المفروض اعوض له الفاقد من الدم على الاقل. الفاقد من الدم، احسن حاجه اعوض الفاقد من الدم ايه؟ ممكن اديله لاكتيترينجا. اللاكتيترينجر ماشي، بس ايه الفكره ان احسن حاجه بتعوض الفاقد من الدم هي الدم. البلد هو الدليل الاوحد والاعظم ان هو يعمل ريسوسيتيشن لاي عيان. عشان كده انت لما بتيجي تسحب لازم تسحب فصيله الاول، تعمل تيك بلاد فور كروس ماتش، تمام، وعشان تقدر تعمل له انفستيجيشن وفي نفس الوقت تحضر منها اكياس دم. انما عايز حضرتك تدي له كريستالويد او كلويد، كريستالويد عباره عن رينجر لاكتيت او ملح او جلوكوز، او لو تدي له كلويد زي الايزستريل او ديكسترين، الحاجات اللي هي اللي بتعمل سادن اندر فاسكولار اكسبانشن. بس هي القصه في ايه؟ القصه ان العين دوت الدليل الواضح واللي يديك ريسوسيتيشن اسرع اسرع بكتير اللي هي البلد، تمام؟ تمام يا احمد؟ تمام شكرا. وما تنساش زي ما قلت لك اهو اليورين اوت بوت، يعني لازم العيان ده تو بي كاثترايز. ديسابيليتي، ديسابيليتي بتتجمع في حروف اي في بي يو، اي في بي يو يعني ايه؟ يعني هل العيان دوت اويك ولا لا؟ ودي حاجة تبسطني، حاجة تبسطني جدا، يبقى كده انا اختصرت كتير من الجي سي اس. طيب is a patient responding to voice ولا pain ولا العيان unresponsive في نفس الوقت بشوف البيوبل. الكلام ده في عجالة في خلال 5 دقائق فقط، بفحص كل ده، بشوف الايرواي والسيركيوليشن والبريثنج والديسابيليتي والاكسبوجر. الاكسبوجر يا جماعه ليه؟ لان اللي يجي لنا عيانين عافانا الله واياكم يعني في حادثه يا دكتور على الطريق الصحراوي مثلا ولا حاجه، ربنا يا رب يعافينا يا رب من حوادث الصحراوي، بيجي العيان مبدئيا كده حراميه الطريق بيسرقوا كل العيانين، بيسرقوا كل المرضى اللي عاملين حادثه، حتى المحفظه والبطاقه والكلام ده، لدرجه ان هم بيبقوا جايين لنا احنا مجاهيل، احنا ما بنعرفش ما اعرفش اساميهم وغير متعرف عليهم الاهليه. فاحنا ايا كان العيان ده بيجي طبعا بيبقى قاعد في الطريق الصحراوي مثلا حوالي ساعه قبل ما تيجي الاسعاف، بيبقى العيان ده جاي ان هايبوثيرميا وفقد دم كتير، طبعا بيبقى فقد دم كتير. عشان كده اول ما بيجي العيان بتاع الحادثه التروما مثلا اللي متاخره علينا، رقم واحد انت بتجيب مقص كده او مشرط كبير وتبتدي توصل له كل هدومه. ليه؟ ان احيانا كتير بتبقى فيه هيدن انجريز، وفي نفس الوقت انت بتجيب بطانيه او ملايه او قط وتلف بيها العيان عشان تخلي العيان ده وور. دكتور امير علي، دكتور اتفضل. لو سمحت يا دكتور، حضرتك قلت ببص على البيوبل، ايه اللي بشوفه فيها؟ يعني مايوزس ولا ميدريسس في حالة الشك؟ لا، ما لهاش علاقه بالشوك، انت بتبص على اخر خطوه في البيوبل ده، العين ده لو هو دايليتد فيكسد خلاص يبقى انت كده بتعني ساعه الوفاه. لو هو العين دوت ان ريسبونتيف ومش ريسبوند للبين ولا الفويس ولا اي حاجه، ده كده جي سي اس 3، يا اما هيموت يا اما امبندنج تو انه يموت. ف ملهاش حل غير ان هو لو دايليتد فيكسد خلاص ابتدى، انت ما تتيبوش اصلا، ما تعملش ما ترايلز ولا سي بي ار ولا حاجه. لو دايليتد فيكسد بيوبل بتساوي دايليتد فيكسد بيوبل تساوي برين ديث من اكثر من ربع ساعه او من 40 دقيقه، من نص ساعه ل 40 دقيقه. اسف تمام يا دكتور. دكتوره اميره،
أمين علي. حضرتك ازيك يا دكتور؟ ليه الهايبوثيرميا ممكن تموت عيان؟ لأن هي هايبوثيرميا. هايبوثيرميا ممكن تعمل ديبريشن يعني للبرين سنترز مثلا يا دكتور ولا لا؟ مظبوط، جميل جميل جدا. ديبريشن لأي برين سنتر موجود، وفي نفس الوقت بتقلل البريفرال ديستريبيوشن اوف ذا بلاد، وبتقلل كمان السنترال مش البريفرال بس، فبالتالي بيبقى في طبعا الشوك اوف اورجان او اورجان فيلير والعيان بيدور. عشان كده لازم العيان ده يا اما تلفه على طول، يا اما حتى المحاليل اللي داخله البلاد بتاعه بتدفيها. تمام، شكرا يا دكتور امين. ازاي بقى بعمل برايمري سيرفي؟ رقم واحد مونيتورنج، رقم اثنين انفستيجيشن، رقم ثلاثه بين ريليف، رقم اربعه شويه بروسيجر كده هعملها لو اكوردنج لو في اي مشكله في الاير واي او البريثنج او سيركيليشن. طيب هنبتدي دلوقتي كلينيكال كيس سيناريو كده. ده عيان حادثه جاي، كانت عيان تقريبا، عيان ده عيان جاي فول اوف ذا باك اوف ذا تراك اند هيد هيز هيد. شايفين بقه ومناخيره، شايفين ازاي عاملين ازاي؟ سالم كامل، دكتور سالم دكتور سالم معايا؟ عبد الله شعبان. ايوه دكتور معاك. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله دكتور. شايفين بقه عامل ازاي ومناخيره عاملها ازاي؟ يبقى اول حاجه لازم نطمن عليها هنا ايه؟ شوف الانجري مثلا، لو شوف ايه؟ اي انجري، اي الايروي. بليدنج الايروي لازم الايروي رقم واحد، ثم اثنين ثم ثلاثه. اهو الايروي مناخير وبقه مخبوطين زي ما انت شايف كده. خلاص، فاول حاجه هنطمن عليها الايروي. بس في اربع اسئله دلوقتي. هاو تو اسيس هيز ايروي، ايه الساينز اوف ايروي اوبستراكشن، هاو وود يو اوبن هيز ايروي، هاو وود يو امبلايز هيز سي سباين. خلي بالكوا احنا قلنا ان هي سي سباين دلوقتي سيرفايكال سباين، سي سباين اختصار سيرفايكال سباين. خلي بالكوا السيرفايكال سباين حطوها فيرست برايورتي مع الاير واي، فيرست برايورتي مع الاير واي. رقم واحد هنشوف العين ده، هل هو كان ذا بيشنت توك اور نوت. طبعا انا مش هحرك السيرفايكال سباين دي قبل الاير واي عشان خاطر ما اعملوش اي مشاكل تاني. طيب افرض العيان بيتكلم، يبقى الاير واي اوكي، بدي له اكسجين بس واخش على البريثنج. طيب العيان مش بيقدر يتكلم، يبقى الاير واي بعافيه شويه، احاول افتح الاير واي وادي له اكسجين. طيب سيرفايكال سباين، خلي بالكم يا جماعه، سيرفايكال سباين كان كوز كوادريبليجيا، ودي حصلت معانا في عيان يعني كان جاي تروما، حادثه ميكروباص، وجاي وجي دكتور التخدير وقال لك يا عم احنا طيب، العيان كان جاي طيب وخف من اللي هو فيه وكل حاجه تمام، ما عدا ان العيان طلع بكوادريبليجي. فالحمد لله يعني العمليه نجحت، بس يعني الجنين مات والام ماتت، بس العمليه نجحت، ما ينفعش الكلام ده خالص. طيب سيرفايكال سباين زي ما انتم شايفين البوزيشن كده، انا بمسك ايد رقبه المريض بايدي تمام، واحاول ما احركهاش خالص، حتى لو هفضل متمسمر كده ساعتين ما عنديش مشكله، لغايه لما يشتري نيك كولر اللي هي حامي يحمي الرقبه، زي ما انتم شايفين على حامي يحمي الرقبه. السهم واضح عندكم؟ اه يا دكتور واضح. اه يا دكتور. هو ده الرقبه تمام. طيب ما عنديش نيك كولر، طبعا في اوروبا دول متقدمه، هم بيستخدموا التلاته، بيحطوا ساند باج اهو زي ما انتم شايفين، كيس رمله كده ورا الرقبه بتاعت المريض،
وفي نفس الوقت عليها تيب، تيب زي شريط كده عشان ما يحركش رقبته كل شويه. الكلام ده لو انا شاكك اذا كان في سيرفيكال سباين ولا لا. طيب الحاجات دي احنا بنعملها جدا، يعني احنا عندنا مثلا نايب جونيور بيمسك رقبه المريض لحد ما يشتري نيك كولر، بيفضل فعلا ماسكها كده يعني قد 3 4 ساعات عشان خاطر يعني ما يقدرش لو حركها يبقى المريض ربنا يعافينا يعني كومبليت بارابليجيا كوادريبليجيا. طيب الايروي اسسمنت بقى ببتدي لوك ليسن فيل لوك فور كونشوس ستيت، العين ده فول كونشوس، لا ده ديستربت، لا ده انكونشوس، لا ده في مشكله. طيب الكالر بتاع العيان هل عنده ساينوزد ولا لا؟ التشست موفمنت هل صدره بيطلع وبينزل عادي ولا لا؟ العيان فيه ريسبيراتوري ستريس ديزني اور نوت؟ هل في فورم بودي او لا؟ طيب ليسن اسمع ايه بقى بالسماعه؟ اسمع نويزي بريثنج، يا ويز، يا كريبيتيشن، يا اما انفيزيميتس كريبيتس كده موجوده. احيانا كتير بسمع بحس اسف بحس الكريبيتس كده زي قشر البيض اللي بيتكسر بالظبط، واذا كان في تندرنس ولا لا في مكان الضربه، غالبا بيبقى معاها اكوموزس. طيب هاو تو اسيس الاير واي؟ بيبقى في ساين اوف اوبستراكشن موجوده معاها. العام ده هتلاقي ان اجيتيشن، بيبقى تيجي تحط البلس اوكسيمتر بيقيس الاكسجين ساتوريشن بتلاقي هايبوكسيك. احيانا كتير تلاقي العام ده غير الهايبوكسيا ساينوزد مزرق خالص. احيانا كتير العام ده تلاقيه بيشخر، بيعمل صوت اختناق كده، او حشرجه جيرجلينج، حشرجه الحنجره. احيانا كتير العين ده بيتخنق، العين لما بيتخنق بيبقى فيه انتركوستال ماسلز موجوده له عند تشيست، تبتدي تشتغل، بتحاول الاكسسوري ماسلز دي بتساعد على الريسبيريشن، يا اما بارادوكسيكال تشيست موفمنت. طيب احاول اعالج الاير واي مانجمنت ازاي؟ ببيزك تكنيك واللي احنا بنستخدمه على طول اللي هو الجو ثراست، تحاول وانت ورا العين كده تفتح بقه عشان ياخد نفس. طبعا زائد كليرنج الاير واي. في حاجات مساعده لينا زي ايه؟ زي ان انا اشفط للعين دوت اي سكريشنز موجوده زي التروما، زي ما انتم شايفين كده العيان اللي جاي في التروما ده احسن حاجه ليه ان انا اشفط كل البلد اللي موجود ده. بعد كده ممكن اركب له اوروفارينجال او نيزوفارينجال اير واي او باك فولف ماسك، ودي مش بنستخدمها قوي. في ادفانس بقى تكنيك بقى لما يجي يخش العنايه زي سوبر جلوتك ان واي، ده مش عليكم قوي، انما اللي يهمنا التراكير انتيبيشن او سيرجيكال ان واي. سيرجيكال ان واي ده مهم جدا، ليه؟ لان العيان خلي بالكم سيرجيكال ان واي لو مش قادر تحصل عليه من الاورال او من النوز، لو مش قادر تحصل عليه من الاورال او من النوز، يبقى انت ملهاش حل غير انت تشوف انذر رود للاير واي. خلاص. طيب امتى ابدا افكر في الانتيبيشن؟ لو العيان ده هيبتدي اسبيريت، يعني هيبتدي السكريشنز اللي موجوده البلد دي تخش على الرئه، او في العيان دوت فيه هيد انجري ومش واعي قوي يعني. وزي ما كنا بنقول العيان بيشنت داي فروم ليك اوف اكسجين نوت ليك اوف تيوب. خلي بالكم سيرجيكال اير واي انتوا اكيد شفتوها يعني في مسلسلات قبل كده، ذا جود دكتور والحاجات اللي هي الحلوه دي اللي بتحببكم في الطب. سيرجيكال اير واي لو انت مش قادر اعمل انتيبيشن في سكريشنز كتيره، لو انا مش قادر اشغل الفنتليتور، عشان كده انا ببتدي اعمل شق حنجري بمشرط كده وادخل انبوبه واخلي العين يتنفس منها. طيب بريثنج خلي بالك لازم افكر الاول العين ده مزرق ليه؟ العين ده في بنتريتنج انجل في التشست وفقد دم كتير، العيان فيه مالتيبل ريف فراكشر
فري تشيست. العيان في ساكن تشيست ووند، ساكن تشيست ووند يعني داخل على تنشن انفورمز، يعني الووند المطوه الارن فازال دخلت كده وطلعت، بس خلت الووند يقفل على بعضه، يعني خلت دخلت هواء جوه الرئه. تمام. طيب بحس ايه بقى؟ بحس التراكيال شيفت ده يعني مش قوي يعني، بس انا اكتر حاجه بحسها الانفيزيما، يعني في هواء موجود سبوتينس، بشوف اذا كان في ريب فراكشر ولا لا، وده بقيمه بحاجتين، اذا كان في تندرنس او كريبتس، وفي نفس الوقت بعمل بركشن عشان خاطر اشوف في ريزونانس ولا ضل. بسمع ايه؟ بسمع البريث ساوند والهارد ساوند، واحيانا كتير الباول ساوند. رقم واحد لو مانجمنت العيان في البريثنج، لو في مشكله في البريثنج اديله هاي فلو اكسجين، ما عدا زي ما قال دكتور حسام، ما عدا حالات الطوارئ، حالات اللي هي اللايف ثريتنينج كونديشن، اللي هي تسمى تنشن نيمو ثوركس او ماسيف هيمو ثوركس، تنشن نيمو ثوركس او ماسيف هيمو ثوركس. تمام. دكتوره مروه مين الاسماء؟ معلش يا جماعه، دكتور مصطفى حسن، دكتور مصطفى. اه مع حضرتك. ازاي عامل ايه؟ ايه التنشن نيموثوركس وايه الماسيف هيموثوركس؟ التنشن نيموثوركس ايه؟ التنشن نيموثوركس لما يكون في هواء دخل عامل كومبريشن على اللنج ومش بيطلع لبره. تمام. عامل زي الفالفر افكت، بيدخل يسمح بدخول الهواء ولا يسمح بارتجاعه. تمام. اه ماسيف هيمو ثوركس، هيمو اماونت اوف بلاد انسايد ذا بلورال كافيتي، لارج اماونت اوف بلاد انسايد ذا بلورال كافيتي. تمام. ودول لايف ثريتنينج كونديشن، حلها ايه؟ درينج ايا كان ايه، مشرط كده افتحها في سنتر كوستال سبيس انتيريو اكزيلر لاين بمشرط، وابتدي اسلك لغايه لما ابتدي هم يحضروا لي الانبوبه بقى الصدريه ولا الكلام ده، بس لازم الهواء او البلد يعدي، لازم الهواء او البلد يعدي خلاص. انما في الغالبيه العظمى في المانجمنت اوف ذا بريثنج ان انت بتدي هاي فلو اكسجين، بتجيب اكسجين وتديه للمريض. تمام. طيب البريثنج بقى، خلي بالنا من الايروي انجل، تنشن نيمو ثوركس، ماسيف هيمو ثوركس، الفيليل تشيست، لان كونتيوجن. شايفين دي كيس كده صغيره كده، ولد صغير هو بيلعب، شاب يعني وهو بيلعب اتخبط في جنب الشمال، عمل له زي تنشن نيمو ثوركس كده، يعني في هواء دخل في المنطقه دي. شايفين اللانج يا جماعه؟ اللانج هي الحته السوداء دي فقط، اللنج هي الحته السوداء دي فقط، شايفين؟ مضغوطه بالهواء، ملهاش حل غير ان انت حضرتك لازم 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 تعمل درينج. خلي بالك العين ده هيبقى جاي بيتنفس بسرعه، واخد كده نفس كتير، ويزرق كل شويه، يزرق، تيجي تخبط عليه، تخبط على صدره، بتحس الريزونانس زايد عن اللزوم، زايد عن اللزوم. تمام. انما البريث ساوند مش قادر تسمعها، مش قادر تسمع نفسه داخل طالع في اللنج ولا لا، فبالتالي لازم تعمل ايميديت ديكومبريشن، بتجيب ابره كبيره كده وتدخلها في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. تمام. وتعمل درينج للاير اللي موجود ده لحد ما تجيب انتركوستال تيوب. بس اول حاجه تعملها تجيب لارج بول نيدل غالبا كانيولا رمادي اللي احنا بندخلها على طول في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، وتبتدي تروح رشاها على طول عشان تطلع كل الهواء
وتنقذ المريض. خلي بالكم دكتور، التنشن نيموثوركس، ايوه هو مش المفروض الهواء بيطلع ووتر اندر سيل لو انا دخلت اللارج بور كانيولا، فرقت ايه عن الفتحه اللي هي كانت سبب الانجري نفسها؟ ان انت كده عملت له، دخلته في حاجه اسمها اوبن نيموثوركس، الهواء طول عمره بيطلع اندر ووتر سيل، كلامك مظبوط جدا. انما انت دلوقتي العيان في هواء جوه ضاغط على الرئه بيعصر او بيعتصر الرئه، ملوش حل غير ان انت تطلع الهواء، تعمل كده زي كوميونيكيشن ما بين الاير بتاع الاتموسفير والاير اللي جوه اللنج. انت كده بتعمل اوبن نيمو ثوركس لحد ما تكون، تعمل تشيست تيوب وتركبها للمريض. مظبوط، يعني هو ده بيقلل البريشر لكن مش بيطلع الهواء، مش ديفينيتيف كير، بس يعني انت كده سيف هيز لايف، سيف هيز لايف. ودي لسه بقول لك اهو، دي من ضمن الحاجات اللي انت هتحس فيها هتحس فيها بمتعه الطب لما يجي لك مريض كده يعني بيتنشن ان ثوركس بيختنق، وانت تدخل فيه اللارج بور كانيولا او الابره او اي حاجه تفتح كده بسيطه، ويحس ان هي الحياه رجعت لي تاني. يعني ايه يعني، هيدعي لك دعاء رهيب ما شاء الله. طيب خلي بالك، تنشن نيمو ثوركس تريت بيفور اني انفستيجيشن، عشان كده تنشن نيمو ثوركس از ا كلينيكال دايجنوزس. لو سمحت، ثم لو سمحت، لو جاي لك عيان سسبكت تنشن نيمو ثوركس، ما تقولوش حركه على اشعاعات، حركه على اشعاعات بسرعه، لا. الحل ده بتاع المريض ده تريت بيفور اكس راي. طيب راجع كده مع بعض الاير واي اند بريثنج، ما تنساش اوبن الاير واي لو الاير واي بتاعه سليم، ادي اكسجين لو العينه مش لايف ثريتنج كونديشن، وممكن اسيست معاها بفنتيليشن لو محتاج يعني، وافكر احيانا في الانتوبيشن، وما تنساش السيرفايكال سباين. طيب 18 years old 19 years old woman is hit by car when she arrived at your hospital. She is complaining of lower abdominal and right thigh pain. She is pale and sweaty. What would you do first? What would you assess her circulation? What is shock? Where is the site of head bleeding? How do you treat shock? طيب دكتور محمد فضل بكر، محمد ايه يا ابني، ده انت مطلع بطاقه ولا ايه؟ نعم يا دكتور، انت كاتب اسمك رباعي يا محمد. ماشي يا محمد، اول خطوه تعملها هتعمل ايه؟ اول حاجه هاسس ال يعني انا مخبوطه كده الاير واي. مظبوط، الاير واي كويس، هتاسس اساس الاير واي، وبعد كده البريثنج والسيركيوليشن. البريثنج والسيركيوليشن، وصلنا للسيركيوليشن. العيانه بيل وسويتي، يبقى ده صحيح، هتعمل ايه؟ يبقى شوك. يبقى العيانه دي شوك، يبقى انا اعمل ايه؟ بلاد مثلا، ادي بلاد او فلويد. مظبوط، تو لارج بور كانيولا، واسحب واعملها البلاد. طيب هاو تو اسس الشوك؟ احنا مش في امتحان، احنا بندردش يا محمد، احنا بندردش يعني، هو اخوك الكبير يعني. بشوف الساينز بتاعت الشوك مثلا، بشوف في ساينوزس ولا لا. هو الساينوز اقرب للبريثنج يا محمد، الساينوز اقرب للبريثنج وليس للسيركيليشن. السيركيليشن لازم احط ايدي على البلس واقيس البلد بريشر، البلس بتاعي رابد ويك بار، رابد ويك بلس، يبقى كده ده العيان داخل على شوك. تمام، شكرا يا محمد. شكرا كريستينا اسحاق. كريستينا اسحاق، كريستينا اسحاق، دكتوره كريستينا، ايوه دكتوره. دكتورة
كده. هي بترد على الهيد دكتور بس تقريبا النت عندها في مشاكل. في مشاكل؟ طيب منار احمد محمد. اي دكتور مع حضرتك. يا دكتوره انا دلوقتي المريض جاي لي في الاستقبال، عايز اعرف المريض ده شوك ولا لا، شوكد ولا لا، ومعايا كف ضغط، معايا صباعي هحس البلس، ايهما افضل؟ يعني سؤال اقول ايهما اللي بتبان بدري، الهايبوتنشن ولا التاكيكارديا؟ لا هو انا تقريبا هشوف البلس الاول. البلس الاول مظبوط، البلس الاول. وتفتكروها كده، ودايما انا بشرح للنواب اخواتي الصغيرين يعني لازم اقول لهم خلي بالكم حط ايدك على البلس. يجي لنا عيانين مرضى كتير بيبقى جايين في تروما ويطلع الاشعاعات ويقول لك مره واحده ده ارستد، ليه؟ عشان النائب ديس يحط ايده على البلس يقول لك ده في ما فيش رابد، ده خلي بالك ده في رابد ويك بلس، ده لازم يتركب له تو وايت بور كانيولا ولازم تعمل له ريسستيشن كويس قبل ما تحركه على الاشعاعات. تمام، شكرا يا دكتور. لازم تاسس السيركيليشن عن طريق الهارت ريت، البلد بريشر، واليورين اوتبوت. وما تنسوش يا جماعه اي عيان تروما جاي شاكك ان العيان ده فيه ماسف تروما او ماسف ابدومينال تروما او تشيست او الكلام ده لازم يتاثر، لازم كاثترايز البيشنت. تمام، طيب تايبس اوف بليدنج بقى، قد يكون اكسترنال بليدنج وقد يكون انترنال بليدنج. اكسترنال بليدنج ده غالبا يعني بيبقى بريفرال، وده حله ايه؟ حله يعني حله عنيف، ملوش حل غير مثلا لو في فراكشر تيبيا او فراكشر فيمر او فراكشر هيمرس بيترد على طبعا امبول دورميكم او امبول كده ميدياسيتك بيخدر موضع الجس وتبتدي ترد بسرعه عشان خاطر ما يحصلش ماسيف بلين. طيب في نان كومبريسبل بقى، ده انترا ابدومينال بليدنج، انترا ابدومينال بليدنج. ويعني هو البرزنتيشن معلش كان قديم شويه، هي الفكره في الانترا ابدومينال بليدنج ان مش في كل الاحوال دلوقتي السيرجر بقى ريكوايرد. اكيد سمعتوا عن يعني زمايلكم او ناس كتير بتقول ان 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 في جالنا عيان من الاستقبال وكان في انترنال هيموريج ومشوه كونزرفاتيف فتره وبعد كده الحمد لله خف، الحمد لله ما فيش اي ادنى مشكله فيه. دلوقتي الكونزرفاتيف مانجمنت اوف بليدنج او انترنال هيموريج ده الستاندرد اوف كير دلوقتي، حتى في عيان السبرينيك انجري وعيان الليفر انجري وعيان الكيدني انجري دلوقتي الستاندرد اوف كير في اي حاله انترنال بليدنج او انترنال هيموريج از كونزرفاتيف مانجمنت. كونزرفاتيف يعني ايه؟ يعني خليه ان بي او يمشي على محاليل وبعد كده يفضل لمده 3 4 ايام منتابع ونعمل له سي تي ونشوف الجريدنج اوف سبرينك انجري والليفر انجري والكيدني انجري والكلام ده. طيب حد فيكم اسالني يقول لي يا دكتور امال البليدنج هيروح فين؟ البروتونيوم بيعمل مجهود عظيم في اسبيريشن اوف ذا بلاد، البروتونيوم فلويد بيبتدي والمومنتم احيانا يشفط كل البلد اللي موجود لحد ما يختفي تمام. طيب ديفينيشن اوف شوك معناها انتوا عارفينها طبعا، ان اديكويت اورجان بيرفيوجن اند تيشو مونيتور. دكتور مين؟ دلوقتي امتى محمد عاشور؟ ازيك يا محمد؟ الله يبارك فيك يا باشا. محمد عاشور ده انت معانا في الاستقبال من زمان ولا مش انت محمد عاشور؟ هو ازيك عاشور؟ الله يبارك فيك يا باشا. دلوقتي امتى اقول ان الحاله دي تخش دلوقتي تتفتح دلوقتي؟ اربع حاجات يا عشوائي. العيان ده شوبت بالرغم من الريسسيتيشن، الالترا ساوند بتاعه مش جايب يورين اوت بوت، الالترا ساوند بتاعه فيه مودريت تو ماركت كولكشن، الهيموجلوبين او الهيماتوكريت ساين، الهيموجلوبين يعني العيان انيميك بيل طبعا كده والكلام ده. انا استعطى الاربع حاجات دول زائد الكلينيكال سنس بتاعك بقى اللي انت بتبص على بطن العيان. لا العيان ده سيرجيكال ابدومين، سيرجيكال ابدومين يعني بورد لايك ريجيديتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العيان ده بطنه حجر مش هتستنى خلاص، ده يخش العمليات فورا. تمام يا باشا. تمام طيب
طيب بس شوك انتوا خدتوها، اللي يهمني اكتر اللي هي الهيموراجيك شوك، لان الهيموراجيك دي اللي هي انتوا عارفين السيبتيك والهايبوفوليميك والحاجات دي. طيب انت بتقيم العيان ده ازاي؟ هو بيد واسويتي وسينوزد وكولد، عشان كده بنقول احنا لازم تغطي العيان، لازم ترسيسيتيت العيان، لازم تدي اكسجين للعيان، وتشوف البلس والبلد بريشر واليورين اوتبوت. طيب احيانا كتير بقى العيان لما بيبتدي يبقى شوبت بيحصل حاجه اسمها تشينج في المينتال ستيتس، تلاقي العيان ده بيبقى في انكزايتي، وبيبقى كونفيوزد، وبيبقى ديستربد، بيبقى كوماتوز. تمام. طيب دكتورة مريم نصحي، مريم نصحي توقع، أحمد عاشور تقى، دكتورة تقى مع سنين. مع حضرتك يا دكتور. دكتورة تقى ازاي؟ ايه الفرق ما بين الكونفيوجن والديستربنس؟ الكونفيوجن تقريبا مش يعني ليفل اقل من الديستربنس شويه. مظبوط، هو ليفل اقل من الديستربنس، العيان فيها بريسبونس لل 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 اوبي الاوردر جاست، مثلا ما تقول له او تيجي تقرصه مثلا ولا حاجه، يبتدي يبعد ايدك مباشره، يعرف يلوكلايز البين. انما العيان الديستربت ده مش هيقدر يلوكلايز البين، تيجي تقرصه كده يبتدي يحرك ايده كده وكده، عايز يشيل ايدك ومش قادر يشيل ايدك. انما العيان الكونفيوزد يبتدي يشيل. طيب العيان الكونفيوزد يا جماعه بيوبي الاوردر، تيجي تقول له افتح عينك روح فاتح عينك. انما العيال الديستربت تقول له افتح عينك، هو عايز يفتح عينه بس تلاقيه مش قادر يفتح عينه. ودي مراحل، من مرحله من مراحل الجلاس وكوما سكيل، وده هتاخدوها بالتفصيل في الهيد تروما، اشرحها لكم الدكتور استاذنا الدكتور احمد معوض يعني. شكرا يا دكتور. طيب قلنا الدليل القاطع على الشوك هو الرابيد ويك بالس، تاكيكارديا. تمام. طيب هنا بيقول لك انت حضرتك لو هتقيس اس راديان اس فيومرال اس كاروتيد، يعني مش فارق قوي يعني، احنا مبدئيا كده احنا بنقيس راديان وبعد كده الكاروتيد لو مش حاسس راديان يعني. طيب الهيدن هيموريج بقى، السايتس اوف هيدن هيموريج قلنا التشست والابدومين والبلفس والفراكشر شافت فيمر، يعني لك ان تتخيلوا الفراكشر شافت فيمر قد يفقد المريض، يفقد أكتر من 1.5 لـ2 لتر بلد، أكتر من 1.5 لـ2 لتر بلد. عشان كده في مقولة بيقول لك blood on the floor and four more، لو سمحت بعد إذنك الـ كل البلد اللي يفقد لازم 4 أكياس دم، يكون على أقل تقدير، على أقل تقدير 4 أكياس دم، ودي بتحصل ويمكن عاشور معانا يعني في الاستقبال، إحنا بنجيب للعيان ده 4 5 أكياس دم يعوض الفاقد للمريض ده. مكتوبه كمان البلفيك فراكشر 3 لتر بلاد فقدان، كلوزد فراكشر فيمر زي ما قلت لكم اهو من 1.5 لـ2 لتر بلاد، الهيموثوركس يفقد المريض 2 لتر بلاد، الهاند سايز بوند 0.5 لتر بلاد، والفيست سايز كلوت ده حاجه بسيطه يعني، والريب فراكشر 150 مل. نسأل مين بقى؟ عايزين نسأل حد. هشام الأيمن. هشام. محمود عمر، محمود عمر داخلي. محمود عمر داخلي.
ندى حسن، ندى حسن عبد الوهاب هنا. الو ايوه يا دكتور، انا شايف معلش النت كان بايظ شويه. لا ولا يهمك يا هشام، انت نمت يا هشام. لا لا والله بجد النت قطع بجد. ليه البلبك فراكشر بقى بيفقد بيفقد المريض 3 لتر بلاد، تعرف؟ لا مش عارف هو دكتور الاب والله. يا جماعه، الابدومين الابدومين متقسمه لثلاثه زونز. زون 1 اللي هي موجوده في الابيجاستريك ريجون، ودي اللي فيها الميجر فيزلز الاورطه والاي بي سي والحاجات دي. زون 2 اللي هي البرانشز بتاع الاورطه والبرانشز بتاع الاي بي سي، تمام. انما زون 3 بيبقى عباره عن مور ذان 100 برانشز من الاورطه والاي بي سي، فبيبقى معظمها فيزلز كده فينوس، واحيانا شويه ارتيريال، بتبقى كابيلاريز. ففقدان مع البلفيك فراكشر طبعا، مع الكسور اللي هي في الحوض، ممكن المريض يفقد اكتر من 3 لتر نتيجه تيرنج اوف ذيس فيزلز. تيرنج اوف ذيس فيزلز، عشان كده اخطر اخطر عيان بيجي لنا في الاستقبال اللي هو البلفيك فراكشر. رقم واحد ملوش عمليات، رقم اتنين بينزف كتير، رقم ثلاثه الجماعه بتوع حبايبنا بتوع العظم الاورثو يقول لك ده احنا نستبلايز الجنرال كونديشن الاول، بعد كده نشوف نعمل له عمليه ولا لا. انا بتكلم ملوش عمليات، رقم واحد ملوش عمليات جراحيه ابدومن. يعني احنا احيانا انا عن نفسي شخصيا يعني فتحت عيان بيلفيك فراكشر كان فيه مودر تو ماركت كوليكشن بلاد، وحطيت فوط وطلعت، وبعدها بست ساعات مات. ملهاش حل، العيان ده بيجي تروما، بيبقى عنده اوبن بوك بيلفيس كده، البيلفيس بتاعه مفتوح على مصراعيه، وتبتدي تحط فوط كتير، تحط فوط كتير، وبرضه مفيش اي فايده. شكرا يا دكتور هشام. شكرا. الجدول ده يا جماعه احفظوه زي عينيكم، الجدول تحفظوه زي عينيكم. بلاد لوس بلس هيموريج، واحد واثنين وثلاثه، واحد واثنين، وانا نسيت اكتب واحد واثنين وثلاثه على فكره. في واحد البلاد لوس اقل من 750، والهارت ريت هيبقى اقل من 100، والبلاد بريشر هيبقى نورمال، والكابيلا ريتيرن نورمال، والسبيراتوري ريت نورمال، والمنترستيت نورمال. السؤال ده خلي بالكم من ساعه ما انا دخلت طب لغايه لما خلصت الدكتوراه وانا بتسال فيه، اللي هو كلاس 1 هيموريج وكلاس 2 وكلاس 3، وده سؤال امتحان، والجدول ده جدول امتحان، جدول هيجي في الامتحان. طيب في تايبس اوف شوك، في تايبس اوف شوك هيموراجيك شوك، وفي نون هيموراجيك زي الكارديوجينيك، دي اوبستراكتيف، نيوروجينيك، وسيبتيك، وانفلاك. الاوبستراكتيف شوك اللي هي دوره كاتيجورايز يعني خمس حاجات، الحاجه الخطيره اللي فيهم اللي هي بنتريتنج ووند اوف ذا هارت وبريكارديال تامبونيت. بنتريتنج ووند وند اوف ذا هارت ريكارد تمرينات، وحطوا الميوكارد انفاركشن معاها مع اساتذتنا بتوع الكارديو، طبعا دول معتبرينها سيرجيكال كارديولوجيكال امرجنسي، تمام. واحنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين، يعني ايام زمان كان بيجي مريض الاستاب هارت ده كان يعني كان بياخد وان واي تيكت كده تو ديث، انما دلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني مع التطور ومع رئيس الوحده اللي هو الدكتور شادي عنوان، الدنيا احسن كتير يعني. طيب النيوروجينيك شوك، النيوروجينيك شوك يا جماعه بتحصل احيانا مع السباينال كورد انجل، بيحصل فيها فازو دايليتيشن وهايبوتنشن، وبتقلل الهارت ريت. وخلي بالكم يا جماعه النيوروجينيك شوك احيانا كتير في النيوروجينيك شوك دي يا جماعه مش مع السباينال كورد انجل بس، احيانا من البين العيان يخش في نيوروجينيك شوك من البين. ويعني عشان كده احنا انت المريض، انت يعني المريض التخدير، دكتور التخدير اللي بيبقى قاعد في السي بي ار ده بيبقى ما شاء الله عليه، يعني ده بيبقى ديلر، بيبقى معاك جميع المخدرات اللي في الدنيا، وبيدي حوالي 50 سنتي مخدرات لحوالي 50 مريض عشان خاطر يريح المرضى اللي موجوده. طيب قلنا هتعمل ايه؟ اسس الاير واي والبريثنج كويسين الحمد لله، تدي اكسجين، لازم تستوب اني اوبفيوس بليدنج، بنعيد نفس الكلام، بنعيد نفس الكلام، ولازم تركب له تو
لارج بور اي في كانيولا، ولازم تاخد بلاد فور كروس ماتشنج وتعمل له فلويد ريبليسمنت. بس احسن حاجه للريبليسمنت قلناها اللي هي البلاد، تمام. طيب في حاجه كلينيكال كده هسالكم فيها الاول. حبيب ابراهيم، موجوده؟ حبيبه ابراهيم. يا دكتور اتفضل. دكتوره حبيبه، انا ليه باخد عينه بلد قبل ما ادي محاليلي؟ عشان اعرف كروس ماتشنج هي ايه، يعني اعمل كروس ماتشنج البلد بتاعه واجيب له بلد. انا ممكن ادي لعند محاليل واسحب له عينه بلد واعمل كروس ماتشنج عشان البلد اكيد يبقى مور كونسنتريتد. البلد يبقى مور كونسنتريتد، يعني بيحصل حاجه اسمها مس كروس ماتش بعد الفلويد نتيجه ايه؟ نتيجه ديليوشن اوف ذا بلاد باي فلويدز. صح، تمام، ممتاز يا دكتور. يعني عشان كده المفروض العيان ده اول ما بيركب الكانيولا لازم اسحب بلاد سامبل عشان كروس ماتش بيفور فلويد ريبليسمنت، قبل ما اديله كريستالويد اللي هو الرينجر لاكتيت والجلوكوز والان اس ال اللي هو الملح، واحيانا كتير الازستريل والديكستران والحاجات دي بتؤثر تأثير قوي على الكروس ماتش. تمام، شكرا دكتور هاي. طيب هاو تو ستوب البليدنج بقى في الشيست، لازم تو درين بتشيست تيوب اندر ووتر سين الابدومين لابروتومي، لازم اكسبلور العيان. البلفس يعني هي بيقولوا علاقة كده، علاقة البلفس دي، وها بت 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 يعني بت احيانا بتجيب نتيجه. يعني لمس لازم اريديوس فراكشر واعمل كبيره واعمل بعد كده بريشر على البليدنج اريا. قلنا اهو الفلويد ريبليسمنت لازم يبقى من 1 لتر ل 2 لتر، صلاين اورلينجر. نسال مين بقى؟ صالح الشريف. صالح ما حضرتك؟ صالح حضرتك. صالح حد سلاين ولا رينجر يا صالح؟ سلاين ولا رينجر الافضل يعني ولا ايه؟ الافضل السلاين. نعم سلاين يا دكتور. الرينجر يا صالح، الرينجر لاكتيت يا صالح، الرينجر لاكتيت، لان هو به جميع الالكترولايت اللي موجوده، الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ده الرينجر لاكتيت. وده افضل ما يعوض الفلويدز البلاد لوس ما بعد البلاد، انما رقم واحد يا صالح هو البلاد، لازم البلاد. تمام. طيب العيان بيبقى يا جماعه شد، فلازم امنتين السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 90 مليمتر مركري، ولازم الهارت ريت يبقى اقل من 100. خلي بالك دي حاجه اسمها بيرميسيف هايبوتنشن، انا عايز العيان ده في هايبوتنشن، ليه؟ لان العيان ده قد يكون هو بيفقد بلاد شديد جدا جوه البطن، وانا لسه هنقوله من المستشفى للمستشفى، فانا بالتالي لازم العيان ده اخليه في بيرميسيف هايبوتنشن. طيب خلي بالك لو العيان ده البلاد بريشر بتاعه اقل من 90، لو العيان بينزف كتير، لو العيان هيموجلوبينه اقل من 7، وحاليا دلوقتي في الريسنت جايد لاين باقل من 6.5، يبقى لازم بلاد ترانسفيوجن. لا يعني يا دكتور انا ممكن الاقي العيان هيموجلوبين 9 وجاي في تروما وفي يعني مينيمال كوليكشن والبليدنج واقف وهيموجلوبين 9 ما ادلوش دم. ايوه ما ادلوش دم، اديله اي في فلويدز عاديه خالص، انما الريسنت جايد لاينز دلوقتي اكوردنج للادفانس تروما لايف سبورت بتقول ان الهيموجلوبين اقل من 7 او لو في كونتينوس بليدنج او البلاد بريشر انستيبل ان سبايت اوف فلويد. تمام، ما تنساش منتين التمبريتشر
warm fluid, pain relief, monitor urine output. دكتور. 45-year-old man is admitted after being shot. Hello. أي دكتور. هو أفضل. أو. معاك تفضل مين؟ حبيبة. دكتورة حميدة ازاي؟ تمام الحمد لله. حضرتك هو أفضل أدي بلاد ترانسفيوجن على طول من غير ما يبقى عندي ليميت يعني المفروض أقف عنده؟ أنا ممكن أغير دم عين كله؟ لو مثلا عندي ماسف بلاد ترانسفيوجن ماسف بليدنج؟ مش فاهم السؤال معلش. يعني أنا عندي ماسف بليدنج أو ماسف هيمورج أفضل أدي العيان بلاد ترانسفيوجن مفيش حد أو ليميت معين هقف عنده؟ لا طبعا في ليميت يعني في ليميت. بص هو في حاجه اسمها ماسيف ترانسفيوجن بروتوكول ام تي بي تمام، وهم عملوها اكوردنج للامريكان اسوسيشن اوف تروما. قالوا ايه؟ قالوا اكون اللي هو اي اي اس تي اللي هي امريكان اسوسيشن سيرجري اوف تروما. قالوا ان العيان ده مدام بياخد مدام في ماسيف بلاد لوس يبقى يخش تحت بروتوكول اسمه ماسيف ترانسفيوجن بروتوكول، وده بروتوكول بيحسب وزن المريض بيديله بناء عليه كيس دم كيس بلازما وكيس بليتلتس، كيس دم وكيس بلازما وكيس بليتلتس. الكلام ده بيديله اخرك خالص 3 كيس دم و3 كيس بلازما و3 كيس بليتلتس تمام. بناء على كده بعد الثلاثه دول نسحب تاني، نسحب سي بي سي ونشوف وصلنا لحد فين، نشوف الهيموجلوبين وصل كام، البليتلتس وصل كام، وبعد كده بنحدد هذا الكلام. بس الكلام ده ادفانسد عليك يعني. بس هو في حاجه اسمها ماسيف ترانسفيوجن بروتوكول، والحاجه في شريحه ثانيه كده اسمها ترانزيميك اسيد، ده زي الفيتامين كي بالظبط، بيقلل البليدنج وبيقلل الريسك اوف ديس. ده انا حولت الشريحه دي لان هي يعني ادفانسد شويه. ليه؟ لان هو دلوقتي بقى يدوا حاجات مثبطه للبليدنج وبتقلل الكواجلوباسي تمام، لان العيان اللي بينزف كتير. معايا دكتور حميدة؟ معايا؟ معايا دكتور. ده العيان اللي بينزف كتير بيخش في حاجة اسمها ليثال تريات، يعني الثلاثي المميت. الثلاثي المميت اللي هي ايه؟ الهايبوثيرميا والاسيدوزس والكوأجيولوباسي. الهايبوثيرميا والاسيدوزس والكوأجيولوباسي، عشان كده بيقولوا العيان ده هايبوثيرميا لازم تدفيه، لازم تديله ورم اي بي فلويدز وورم بلاد وتقلعه كل الويت كلوزز. الاسيدوزس لازم تديله باي كارب، الكواجلوباسي لازم تديله الحاجات الكواجوليشن فاكتور بتاعتها تبقى كويسه تمام. تمام ماشي. انما هفضل اديله دم 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 كتير يا دكتوره حميده؟ لا ما فيش، هيخش في كومبليكيشن اوف ماسيف بلاد ترانسفيوجن. وانتوا خدتوها تقريبا في سنه ثالثه صح؟ لا مش فاكره صراحه. مش فاكره كومبليكيشن في ماسيف بلاد ترانسفيوجن خدتوها ولا لا؟ خدتوها. ايوه اخدت. طيب مش كل الراوندات يا دكتور، في راوندات الشرح راوندات لا. ما اشرحها لك خالص، دي سهله. 45 year old man is admitted after being shot. تمام؟ he is short of breath and complaining of severe right side chest pain. What would you do first? What are the possible causes of shortness of breath and chest pain? What would you treat? دكتورة، خلينا دكتور بقى. دكتور مينا نبيل، أنت داخل باسمين، هي جامعة يا مينا؟ أيوه دكتور. داخل باسمين ليه يا مينا؟ مش عارف والله. ولا ده في واحد تاني اسمه مينا نبيل؟ لا مفيش غير واحد بس. يمكن فتحت اتنين. ممكن عايز تسمع الدرس مرتين مثلا ولا حاجه. ليه يا دكتور؟ لا لا ما تاخدش بالك. هتعمل ايه العيان ده جاي شوتس كده موجود في التشيست حصلت معاه، تعمل ايه؟ مضروب بالنار. مضروب بالنار ساعتك. انت كده الايروي بس ما هي الايروي مش سليم، ده في شورتنس بريث اهو. سبريس. اه
قصدك اه الاير واي يعني من ناحيه اللي هو الاورال يعني. ماشي ايوه مش هعمل كليننج ولا اي حاجه. اه البريزنج هشوف الدنيا. البريفنج بقى هو عامل شورتنج في البريف لوك وفيل ولسو دوك وفيل ولسو. هل عندها مزرق ولا لا؟ هل ابص بقى على تشيست موفمنت واشوف الريسبيراتور ريت والكلام ده. خلاص في رقم كده يا مينا، بص شايف الرقم ده 25% اوف تروما ديث نتيجه تشيست انجلز. تشيست انجلز ودايما نوابنا بتوع الجراحه العامه بننصحهم نقول لهم يا جماعه بص على الصدر قبل ما تبص على البطن، لازم تبص على تشيست نتيجه ان الاميديت ديث بتحدث نتيجه التشيست انجلز 25%. خلاص بالتالي انت هتعمل له برايمري سيرفي عادي خالص في التشيست انجلز، اير واي سيرفايكال سباين كنترول وبريتنج وسيركيليشن و بس هتطمن على نيموثوركس والهيموثوركس والبلمونو كونتيوجن والفليتشست والريب فراكشر، واحيانا كتير بيبقى فيه بيريكارديال تامبونات او مايكارديال كونتيوجن. طيب تنشن نيموثوركس. ايوه دكتور، هي الكيس اللي كانت ورا ديت سبب الشورتنس اوف بريس ممكن ما يكون حاجه من الحاجات اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي، ممكن يبقى نيموثوركس او هيموثوركس او فراكشر ريب. مظبوط مظبوط، عشان كده انا باسس البريثنج قبل ما باسس السيركيليشن. انت قصدك الكيس دي اللي هي 19 سنه؟ لا اللي هو اللي اتضرب بالنار دوت. اه ما هي دي الكيس، نفس الكيس اللي احنا فيها. اه مظبوط. ماشي ايه سؤالك بقى؟ السؤال مع الكوز يعني بعرفه ازاي من وهو لسه داخل؟ هو ممكن يكون حاجه من دول، بحيث انا مثلا لو هو نيموثوركس ادخل اللارج بور كانيولا، انما لو هيموثوركس اكيد يعني مش هيبقى كده. فاللي هو انا بعرف ازاي من قبل مثلا ما ادخله اشعه او كده؟ بص يا باشا، انا دلوقتي بحط السماعه على صدره هسمع ايه؟ الناحيه اللي فيها المشكله ممكن ما اسمعش البريث ساوند اصلا. ما اسمعش البريث ساوند في الناحيتين، في الناحيتين. خلاص يبقى انا متاكد ان كده في مشكله في الناحيه اليمين. تمام، هخبط تمام على صدره هلاقي ايه؟ ريزونانت. ريزونانت ده لو في ايه؟ لو في اير، لما اطنس لو في بلاد. اه ده لو نيو ثوركس. تمام، انما في بلاد هسمع طال كده انشور ان ده يا اما ماسك هيمو ثوركس يا اما تنشن هيمو ثوركس. تمام، ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. هي السماعه ها واحد ده الكلام ده في دقيقتين، لان العيان ده لو لم يعني لو ما دخلتش لارج بور كانيولا او لو ما دخلتش تشيست تيوب في المنطقه دي العيان هيموت في ظرف دقيقه، انما العيان هيحبك وهي هي يعني هي انت يو سيفد هيز لايف، انت كده انقذت حياته، فبالتالي هو هيدين لك بالمعروف وكل حاجه في خلال دقيقه لو انت تصرفت كويس. تمام يا دكتور. تمام، طيب تنشن نيموثوركس قلنا دي سيرجيكال اميرجنسي. سيرجيكال اميرجنسي على فكره ما يغركش البيتادين اللي احنا بنحطه ده ولا لا، احنا بنشتغل بالمشرط من غير بيتادين نهائي، لمجرد ان انت تريليف او سيف هيز لايف. تمام، لازم تعمل له ميديا ديكومبريشن بلارج بور كانيولا في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، وبعد كده اعمل فورمال شيفت درينج اللي هي اندر ووتر سي. تمام، بس لازم اريليف التنشن نيموثوركس. تمام، طيب التشست انجريز اوبن نيموثوركس ده جرح قطعي زي ما انتم شايفين كده، دي مطوة عادية بتفتح كده يبقى الهواء داخل طالع الرئة عادي، دي حاجة اسمها open pneumothorax. خلاص خلي بالكم حلها ايه؟ حلها احط chest tube، احط chest tube وفي نفس الوقت اقفل الوند. تمام، واسيب حتة كده الاير escape on inspiration، بس لازم احط معاها chest tube.
طيب الهيموثوركس، شايفين شكل الهيموثوركس يا جماعه؟ دي ماسيف هيموثوركس، ماسيف هيموثوركس. البريث ساوند، البريث ساوندز قليله، البركشن ضل، العيان شد، احط تشيست درين الاقي فيه بلاد كتير. تمام، نيجي للايف ثريتنينج كونديشن اسمها بالمير كونتيوجن، وللاسف مش كل العيانين. يا دكتور معلش اتفضل. الاكس راي اللي فاتت مش حسام، حسام الاكس راي في السلايد اللي قبل كده، هي ليه هنا هيموثوركس مش البلاد المفروض بيظهر لونه اسود في الاكس راي؟ لا 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 العكس، الاير بيظهر اسود في الاكس راي، البلاد بيبان ابيض في الاكس راي، الاير بيبان اسود في الاكس راي، البلاد هو يبان ابيض في الاكس راي. تمام تمام تمام. بالمونري كونتيوجن يا جماعه مش كل العينين للاسف بيعيشوا بعد البالمونري كونتيوجن، نتيجه الديس فانكشنج اوف ذا لانج. خلي بالكو البروجريشن بيبقى سو باد، يعني العيان ده بيبقى داخل على ساتوريشن، الاكسجين ساتوريشن بتاعه في الدم يبقى 95 92، بعد 3 4 ايام تلاقي الساتوريشن وصل لحاجه و80، واضطر ان انت هتعمل له انتيبيشن وتحطه على ميكانيكال فنتليتور. طيب الريفراكشر يا جماعه ده من ضمن الحاجات برضو اللي يعتبر سيرجيكال امرجنسي. ليه؟ لان اي ريفراكشر قد تؤدي الى لانج انجري. لانج انجري خلي بالكوا اشد الالم على الجسم هو الم الريفراكشر. ليه؟ لان هو كل ما العيان بياخد نفسه كل ما اللانج ما بتضر اكتر من الريفراكشر ده، عشان كده العيان ده لازم ياخد بين كيلرز محترم. تمام. طيب الفليشست زي ما انتم شايفين كده بالسهم السماوي اللي انا حاطه ده اهو، الفليشست مور ذان 3 ريبس فراكشرد، مور ذان 3 ريبس فراكشرد، عشان كده العيان ده اللنج نفسها بتتعكس حركتها، بتبقى بتدي بارادوكسيكال موفمنت، يعني المفروض بتبقى داون وورد مع الانسبيريشن واب وورد ده هتتعكس تماما، بتؤدي الى سيفير سيفير اسبيراتوري ديستريس. عشان كده العيان ده لازم ياخد اديكوت انرجيزيا، لازم ياخد بلاد، لازم ياخد اسف اكسجين، لازم كونسيدر يعني كونسيدر ان العيان ده ممكن يبقى فنتليتد، فنتليتد يعني اتحط على فنتليتور يعني ميكانيكال فنتليشن. ابدومينال اند بيلفيك تروما ات ذا اند يو ويل بي ايبل تو ريكوجنايز لايف ثريتنج ابدومينال اند بيلفيك انجري اند اندرستاند ذا برنسبل اوف مانجمنت اوف ابدومينال انجري. ده عيان كان جاي لنا يا جماعه بتروما ستاب كده في الابدومين، وهو طالع طلع من الامعاء بتاعته، شايفين 20 years old man gets into a fight while drinking at the local bar. He is brought to your hospital after being stabbed in the abdomen with a knife. On arrival, he is pale and sweaty. What will you do first? What are the possible sites of injury? How would you assess and manage the patient? ندى شحاتة، ندى شحاتة موجودة؟ دكتورة ندى؟ أيوة دكتورة موجودة. دكتورة ندى أول خطوة تعمليها إيه بالعين زي ده كده؟ كإمرجنسي إحنا ممكن نشوف الإيرواي، بعد كده هو كويس هنا؟ تمام تمام تمام. السؤال ده يا جماعة عشان خاطر السؤال ده محطوط عشان يوقعكم. خلي بالكم جاي لكم عيان في الأمعاء بتاعته بره. هنعمل ايه؟ هنطمن على الايرواي والبريثنج والسيركيوليشن، وبعد كده نشوف الابدومينال تروما. يبقى ما ننساش الايرواي والبريثنج والسيركيوليشن. ممتاز يا دكتوره ندى، شكرا شكرا. ما ننساش الايرواي والبريثنج والسيركيوليشن، لازم الانيشال اسسمنت ده مهم جدا مهم جدا. خلاص؟ طيب الابدومينال تروما الكومن كوز اوف شوك
والسايتس اوف هيدنج بليدنج اسسمنت كان بي ديفيكلت ري اسس انفولف سيرجري اير. خلي بالك البنتريتنج تروما قد تكون جان شوت او ستاب، وده غالبا غالبا او 90% من الحالات بيحتاج اكسبلوريشن فورا. يعني احنا لو لقينا الحاله دي زي ما هي موجوده كده لمعاء لبره، ده محتاج ايرجنت اكسبلوريشن. طيب لو نمبر تريتنج بقى بلانت تروما نتيجه كار كراش او سترايكنج هارد اوبجكت يعني اصطدام بجسم صلب، يعني يعني في اغلب الاحوال دلوقتي بقينا نمشي كونزرفيتيف مانجمنت يعني. طيب السايت اوف انجري في الابدومينال تروما ليفر سبلين جاسترونستاين تراك بانكرياس كيدني اند الكيو بي يعني كيدني رينا بلادر او ومعاها اليوريتر. طيب الحاجات دي الابدومينال تروما او الماسف ابدومينال تروما انت هتاخدوها بالتفصيل في 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 درس لوحده كده اسمه الابدومينال تروما، وهتعرف الليفر انجري ايه والسبيك انجري ايه وايه الجريدنج بتاعتها والكلام ده. بس احنا كده في عجاله الانترا اورتيريال كافيتي اكستند انتو ذا ثوركس اب تو ذا فور سنتر كوستال سبيس. خلي بالك الفور سنتر كوستال سبيس فوق والبلفس تحت، يعني العين ده ممكن يفقد اكتر من 2 لتر بلط 2 لتر بلط. عشان كده يا جماعه انت لو جاي لك عيان سترايكنج هاد اوبجكت او كار كراش وفي ايكوموزس موجود او لاسريشن موجود في حته في البطن، يو كان اكسبكت ذير از ابدومينال تروما انسايد بيرتونيال كافيتي. طيب قلنا البنتريتنج انجري محتاجه ايرجنت لابوراتوري، لو لقيت بروزنج مي انديكيت سيجنيفيكانت ايرجنت انجري. ده وانت بتبص بس فيل بقى، خلي بالك وانت بتفيل بي جنتل هتلاقي في تندرنس وريجيديتي، وما تنساش الديجيتال ريتال اكزامينشن. احيانا كتير على فكره يا جماعه في ناس بتقع واقعه كده بتبقى واقعه يعني عافانا الله واياكم، في واحد بيقع مثلا على طوبه او بلوك بيضه كده، فتلاقي البرينين بتاعه مفتوح الشارع، فلازم تعمل له ديجيتال ريتال اكزامينشن، لازم تعمل لها فاجينال اكزامينشن. تمام. طيب هسأل سؤال كده معلش عشان نفوق كده شوية. دكتورة خضرة محمود، خضرة محمود موجودة؟ دكتورة خضرة ايه الفرق ما بين الجاردنينج والريجيديتي؟ جاردنينج وريجيديتي. الريجيديتي اللي هو بيبقى الناس نفسها هي اللي بتكون حاده كده، انما الجاردنينج بيبقى مثلا المريض في كونسل او طلع عنده ستروك مثلا ستروك كده، فالمنشر بتاعته بتبقى هو يعني الدكاتره بتبقى. انا مش سامع حاجه خالص يا دكتوره خالص، انا مش سامع حاجه خالص. صوت بعيد جدا. وانا بقول ان الوجود دي بيبقى المصر بتبقى موجوده من كل لا انا عايز كلمه واحده بس، كلمه واحده بس دكتوره خضراء، كلمه واحده بس محتاجها. شكرا شكرا دكتور. دكتور شحاته ابو سفيل عكس ابو سفين شحاته اسف، ولا اسمه كده ايه؟ ايوه ابو سفين شحاته، ابو سفين شحاته معلش يا دكتور. البين عايز كلمه واحده الفرق بين الجاردن والريجيد. الفرق بينهم البين 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 لا 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 بص، هو مبدئيا كده الجاردنينج اتس دان وايز ذا بيشنت اتسلف امسلف، يعني العيان هو اللي بيعملها مع بنفسه، انما الريجيديتي از ريفلكس اوف ابدومينال ماسل، مش العيان هو اللي بيتحكم فيها. زي لما انت تيجي تفحص مريض مثلا جاي لك العيان ده العياده وخايف من ايدك او ايدك ساقعه مثلا، ده يبتدي يشد عضلات بطنك، ده كده عمل جاردنينج. انما جاي عيان ابدومينال تروما ده ريجيد ابدومين، نقدر عليه نقول ريجيد ابدومين. تمام شكرا دكتور ابو سعيد.
طيب هتسمع ايه بقى؟ هتسمع الباول ساوند وسسبكتد ذا فراجماتيك انجري، ده مش عليكم قوي. هاو تو مانج، ما ننساش الاكسجين وفلويد ريسوسيتيشن، واذا كان هاو تو دايجنوز البليدنج او الاورجن انجري، وايه السيرجيكال فيلر الريفيرال، وفي نفس الوقت بين ريليف. طيب السونار يا جماعه بيحدد خمس مناطق مهمه جدا يا جماعه، ده اسمه ال اسمه فاست، ده حاجه اسمها فاست. دكتوره هاجر حسام، هاجر حسام برزي، هاجر حسام برزي صح كده؟ اه ما حضرتك. هاجر ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك يا دكتوره هاجر. الفاست ده اختصار ايه؟ فاست اه الصيام اسمه يعني فوكال اسسمنت. اه فوكال اسسمنت سونوجرافيك اوف تروما، فوكال اسسمنت سونوجرافي فور تروما، ده بيتعمل للعيانين اللي هم في انترابورتونال بليدنج مش قادرين نحركهم على الاشعاع، بنجيب لهم بورتبل الترا ساوند كده وبنشوف اذا كان في كوليكشن قد ايه بالظبط. في خمس مناطق في الاشعه بنشوفهم، تعرفيهم يا دكتوره؟ ايه في الابدومين يعني؟ اسمها ايه؟ في خمس مناطق بنشوفهم بالبورتبل الترا ساوند، تعرفيهم؟ بس هسألهم لك، هسألهم لك. في منطقه تحت الليفر اسمها سب هيباتيك، وفي منطقه حوالين الطحال او السبلين اسمها بيري سبلينك، بيري بي اي ار اي، بيري حوله مش بري، بيري تمام. وفي رايت وليفت باراكوليك، دول على الرايت والليفت ايليك، وفي البلفيك. بلفيك الخمس مناطق دول خدوهم اساتذتنا بتوع الاشعه وحددوا بناء على الخمس مناطق دول كميه الكوليكشن بداخل البطن، وقالوا لا ده خلي بالك يا جماعه ده في مايلد فري انترابورتونال كوليكشن بليدنج بلاد، ده خلي بالكم يا جماعه ده مودريت انترابورتونال كوليكشن. تمام يا دكتور هاجر، شكرا شكرا. عشان كده يا جماعه انا اول حاجه بعملها للمريض بتاع الكوليكشن دي، ودي يعني لو نسيتها تزفيت المستيل، لازم اقسطر المريض، اقسطر المريض. ايوه هعمل تو وايد لارج بور كانيولا واسحب فصيله وادي له دم واعمل، بس لازم احسب اليورين اوت بوت. مش بس كده، انا احيانا كتير بركب له نيزو جاستريك تيوب، تمام، عشان عنده ما يحصلوش اسبيريشن. تمام. طيب العنده لو هيمو ديناميك لان ستيبل خلاص هدخله للعمليات على طول، لو بقى ستيبل بس برولابس الابدومن ده هدخله للعمليات على طول. ليه؟ لان العيان البنتريتنج تروما بتساوي سيرجيكال اكسبلوريشن، بنتريتنج تروما بتساوي سيرجيكال اكسبلوريشن، بمعنى اي ستاب ابدومن بنتريتنج بتساوي سيرجيكال اكسبلوريشن، ملهاش حل تاني. تمام. طيب البلفيك تروما يا جماعه، البلفيك تروما زي ما قلت لكم يا جماعه المريض بيفقد حوالي 3 لتر بلاد، فده انت تعتقد انت تتوقع ان في ماسيف بليدنج، فبالتالي لو سمحت ما تحركوش. شايفين ده؟ شايفين الاشعه دي؟ الطبيعي يا جماعه، الطبيعي في الاشعه دي ان العظمه دي قريبه من العظمه دي، العظمه دي قريبه من العظمه دي، لا دول شايفين بعض عن بعض ازاي؟ بعض عن بعض ازاي؟ دي يعني دي مصيبه. طيب في البلفيك تروما ماشي، الاير واي والبريثنج سيركيليشن، بس تدور على بروزنج او تندرنس او ابنورمال موفمنت او كريبيتاس موجوده. اذا كان في بليدنج فروم ذا بينس او الاكسترنال ميتاس بتساوي، دكتوره دكتور بقى عاشور، محمد عاشور. ايوه يا باشا مع حضرتك. لو بليدنج بير اكسترنال ميتس بتساوي، يعني انت لو جالك عيان في
عنده بليدنج من فتحه البينس او من الاكسترنال ميتس بتاع الفاجينا بتاعت اليوريثرا بتساوي يبقى فيها باشا كده بليدنج في حاجه في اليورينري تراكت يوريثرال انجري يوريثرال انجري بتساوي يوريثرال انجري تمام ملهاش حل يعني تمام خلاص طيب في الريكتال اكزامينشن بيفيد اذا كان في بليدنج ولا لا يعني كده معناها سسبكتد ريكتال انجري او وبالتالي لازم اعمل بلفيك اكس راي خلاصه القول ان المريض اللي بيجي لي يا جماعه في التروما لازم اعمل له انفستيجيشن ما هي الانفستيجيشن رقم واحد الترا ساوند رقم اثنين اشعه عاديه الاكس رايز دي الاكس رايز على تشيست وعلى البلفيس وعلى السباينز ما تنساش كده كده يعني اي عيان يا دكتور بنعمل له الترا ساوند بنعمل له الاكس رايز دي ايوه اي عيان بيخش استقبال المنيا الجامعي بيعمل كده وبلس سي تي برين ليه؟ لان يعني في حاجات كتيره بتبقى مزد مننا زي الكونكشن اللي بيحصل في خلال 48 ساعه من التروما بس الحمد لله مع السي تي برين دلوقتي الدنيا احسن عشان كده يا جماعه اي عيان بيخش الاستقبال سي تي برين ابدومين الترا ساوند اكس راي على السطر والحوض والفقرات تمام؟ طيب في البلفيك تروما اسس الاي بي سي والبسه بلفيك بايندر واديله بلاد ترانسفيوجن واحاول يعني اعمل له سيرجيكال اسسمنت تاني واديله بين كيلر اهو دايجنوستيك اي انفستيجيشن موجوده اللي هي رقم واحد فاست اللي هو فوكال اسسمنت سونوجرافي فور تروما واحيانا بديله كنت بعمل له اكس رايز بقى على الحوض والفقرات والبلفس والاسف والتشيست في بقى حاجات اسلحه تانية يعني احيانا بنعملها واحيانا لا اللي هي سي تي سكان لو العيان دوت خلاص سسبكتد ان هو بلفيك تروما 100% لازم اعمل له سي تي سكان ولو سسبكتد يوريثرال انجري بعمل له كونتراست اكس رايز اوف يورينال تراكت اللي هي الاي في بي او الاي في يو مش عليكم قوي يعني تمام اي سؤال يا دكاتره دكتور عشر يا باشا في الابدومين الاستاب الباول اللي طلع بره ده احافظ عليه فيابول احط حواليه قوه دافيه وكده ولا ادخله حواليه اي حاجه بص يا باشا انت مبدئيا كده انت الجرح ده موجود دخل الباول زي ما هو موجود دخله موجود ما عرفش تدخله هتجيب فوط دافيه زي ما انت بتقول كده وتحاول تكفر الباول دي لحد عشان ما طبعا ما يحصلهاش ابزوربشن وتبقى جانجرنس هتجيب فوط دافيه وفي خلال 5 دقائق بالظبط تكون فاتح العيان بنيم وفاتح العيان 5 دقائق ليه؟ لان المريض ده الاول احاول معاك اتفضل ايه؟ في الاول احاول ارد الباول اللي جوه ترجعه يبقى لازم احط تمام تمام اي سؤال دكاترة؟ يا دكتور معلش احنا المصدر بتاعنا في المذاكرة هيكون البي دي افات ديت ان شاء الله اديها لك دلوقتي لو عايزها تمام ماشي يعني ده البي دي اف ده هنذاكر منه الراوند الراوند والنظري وهنمتحن فيه كله يعني نظري ان شاء الله مش جزء منه بس النظري وجزء كله تمام وفي 20 سؤال هيتحطوا من البرزنتيشن ده يعني فاهم المفروض هم مكلميننا على 20 سؤال احطهم في البرزنتيشن بخصوص البرزنتيشن ده يعني تمام شكرا لحضرتك شكرا دكاتره وسعدنا بكم ان شاء الله شكرا شكرا دكتور شكرا دكتور